جلسة مستمرة وتالت حلقات مرحلة تجارب الأداء الكامل لفئات العزف الموسيقي والفن التشكيلي في الدوم 2023. ودلوقتي معدنا مع فئة العزف الموسيقي، وهنبتدي النهاردة بالآلة اللي بتعتبر واحدة من أهم الآلات الموسيقية، آلة القانون. خلونا نرحب بلجنة تحكيم فئة العزف الموسيقي، المطرب والملحن وأستاذ آلة العود طارق فؤاد، عازف الناي القدير الدكتور نبيل برجاس، الموزع الكبير وعازف الكمان الأستاذ يحيى الموجي، عازف الإيقاع العالمي سعيد الأرتست. عشان السلطنة والروقان يبتدوا من بدري، رحبوا معايا بعازف القانون الكبير وعضو لجنة التحكيم الدكتور ماجد سرور، واللي هيقدم لينا عزف منفرد على مسرح الدوم. القانون من الآلات اللي عزف عليها الإنسان من آلاف السنين. خلونا نتعرف أكتر عن تاريخه. آلة القانون صوتها قادر إنه ياخدك في رحلة العالم من الخيال، وكأنك في حلم جميل، صوت بيدخل القلب وبيأثر فيه. بدأت رحلة القانون من زمن بعيد جداً، يعني من أيام العصر الأشوري الحديث في القرن التسعتاشر قبل الميلاد، ووقت اكتشافها كانت عبارة عن صندوق من الخشب العاج. وفي العصر العباسي سموها العرب آلة النزهة، وتطورت صناعتها وشكلها لحد ما وصلت للشكل المعروف دلوقتي. ومعروف عن آلة القانون مكانها المرموق بين الآلات في التخت الشرقي، حتى إنها بتعتبر القانون أو الدستور لكل الآلات الموسيقية العربية. ولأن مصر بلد الفنون، طبيعي تكون من الدول اللي نشأت فيها وتطورت صناعة آلة القانون على مدار التاريخ، وبعدها بقت آلة القانون آلة أساسية اعتمدوا عليها بشكل كبير وأساسي في إقامة الحفلات الموسيقية
قبل ظهور البيانو في الحفلات اللي من نوع ده. وكان من أشهر عازفي القانون في مصر هو محمد العقاد الكبير، واللي بيعتبر من العازفين التاريخيين لآلة القانون، وكان له فضل كبير في تألق ونجاح كوكب الشرق أم كلثوم في بداياتها الفنية. وكمان العازف محمد عبد صالح، واللي كان عضو أساسي في فرقة أم كلثوم. أشهر العازفين المعاصرين لآلة القانون هو الدكتور ماجد سرور، واللي شارك مع عدد كبير من المطربين في حفلاتهم في العصر الحديث. والنهاردة الدوم بيفتح فرص جديدة للموهوبين علشان يكملوا مسيرة بدأها فنانين كبار سابوا بصمة مهمة في تاريخ العزف على آلة القانون. الدوم بوابة النجوم. مفيش أغنية مصرية من الزمن الجميل القانون ما كانش فيها، وصلهاته قادرة تخلي السميعة يروحوا لمكان تاني لما يسمعوه. النهاردة هيتصعد 3 متسابقين من مواهب العزف على القانون، وبينضم واحد منهم لواحدة من الفرق الثلاثة اللي هتتكون بنهاية تجارب الأداء الكامل وتتنافس في التصفيات النصف نهائية. ودلوقتي رحبوا معايا بأول متسابق معانا النهاردة، وهو أحمد عمرو من محافظة المنيا. أحسنت يا حبيبي، أحسنت. ممتعي. طيب كويس، أنت يعني أنت اللي عملت التوليفة دي. حلو، أحسنت بجد، كله جميل وهايل ورشتك حلوة والفرداش بتاعك جميل جدا، بس تخلي بالك من السلم عشان السلم الأولاني جل منك. حسيت أن الطباعة عني النهاردة كان مبسوطين لأن اختياراتي كانت كويسة، وكان في غلطة بسيطة بس يعني كان بس طبعا عشان التوتر وكده، بس خير إن شاء الله. احسنت، ربنا يخلي حضرتك، واختيار جميل جدا. ميرسي. طيب متشكرين جدا حبيبي، شكرا. ميرسي. Thank you.
أنا شايف مشروع عزفة قانون كبيرة قوي إن شاء الله. إن شاء شكراً. الله شرف لي. شكراً لزوق حضرتك. أحسنت يا تقى. جميل جداً 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 اللي أنا نسمع بالنوتة بتقول الحلاوة دي. أشكرك. أحسنت جداً. شرف لي. شهادة كبيرة والله. شكراً. أحسنت جداً. أحسنت. شكراً يا تقى. تفضل تفضل. عايز أشكرهم كلهم جداً. أنا حقيقي شرف كبير جداً ليا إن أنا عزفت قدام أساتذة كبار جداً في الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي. الموسيقى عالم كبير، مش بس الآلات الموجودة معانا في المسابقة. بنستقبل في كل حلقة مواهب ما بينطبقش عليها شروط الاشتراك في الدوم، لكن ظهورهم على المسرح هيكون إضافة كبيرة للدوم. رحبوا معايا من خارج المسابقة بالطفل جورج جون، عازف على القانون. مصر ولادة دايما بالفن. برافو عليك. برافو برافو. يعني برافو. عشان نشوف طفل في السن ده بيعزف قانون ويحفظ ام كلثوم. الحب كله. يعني ان شاء الله هنشوفك في المرات القادمه لحد كام سنه كده ولاقيك بتتسابق وبتكسب ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. سنت يا حبيبي قوي. Thank you.
حياة هايلة جدا وأحسنت جدا جدا. شكرا جدا. ربنا يخليها. ملحوظة صغيرة، نقل العرب لازم يبقى أسرع من كده شوية، لكن هايلة هايلة هايلة، برافو عليك. شكرا. أحسنتي أحسنتي جدا. أحسنت يا حبيبي، أحسنت جدا، وما شاء الله استعرضت لنا يعني قدراتك على عزف سولو صعب، واستعرضت لنا كمان موهبك ومهارتك في الارتجال، ما شاء الله بجد أحسنت جدا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. أنت جميل قوي بجد، جميل قوي، وعندك كاريزما كده، وكل الحروف وكل العزف اللي انت بتعزفه طالع على وشك كده، حاجة جميلة قوي ومشرفة. وتحيا مصر، فنانين مصر الجمال. يعني بصراحة بأهميك من الجمال العزف بتاعك. أحسنت يا حبيبي جدا جدا. أحسنت يا حبيبي، شكرا. اتفضل معك. بجد الموضوع موتر جدا، يعني حاسس ان انا اول مره اقف على مسرح او اول مره اقف قدام جمهور، بس الموضوع حلو جدا بجد، واللجنه كان تعليقها بصراحه كان ايجابي جدا. شفنا مواهب العزف على القانون، خلونا نفتكر اللي قدمه المتسابقين في العزف الموسيقي في الحلقات السابقه. حافظ ارتام وكده وحاجات كده، سمعنا دي حاجه جميله قوي. صوتك حلو وجميل. وانتوا عاملين بقى تراك لوحديكم؟ طب روحنا. ايه الجمال ده؟ البراعم الصغيره دي مطلعه فن عظيم. أهلاً أهلاً أستاذ الغالي.
احنا هنيجي جنبك يا حبيبي. وانا هاجي جنبك يا احمد. هي دي مصر يعني، من اكبر مثال اللي بتيجي تقول تحيا مصر تبص على احمد، قوه الاراده العظيمه بجد يعني. عازف شاطر جدا. هقوم عازف معاك كمان. ايدي الجميلة ورشتك حلوة. شكرا. عجبني محمد قنديل على بعض. المقاومات السوبر موجودة فيه. مستويات العود السنة دي مستويات كلهم أحسن من بعض. بعد الفاصل مكملين مع مواهب جديدة وآلة موسيقية جديدة، استنونا.